أستاذ أنا جاية، هي حقي خبري دي، أنا جاية واخا ينزا ولكن كنغنوصي دروخة. صافي يلا أستاذ ينو، يلا سلام سلام سلام. هاي الدوار إزريح مروران بالدوار دار بوجيدة، دوار تيغازيغ، بين جمعية الأمل للتنمية النسائية وجمعية أيما، نحل اليوم بمجموعة مدارس إزرياحن للتحسيس بأهمية الطريق. Couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded there for me. الجماعات القروية اللي عندنا في الإقليم ديال حسيمة، الأغلبية فيها ما عندهمش لا مسالك طرقية ولا رصيف ولا حتى حاجة، وإنما كاين طريق لهم. ولهذا أبينا باش غادي نجيو عندكم اليوم مجموعة التلاميذ إن شاء الله والتلميذات اللي هما رجال الغد، ونمشيو يتبعوا الدراسة ديالهم في مدينة حسيمة أو في سائر في إطار واحد الشراكة غنعملوها مع جمعية أيما. دابا هذا كانت بداية، ولكن إن شاء الله القريب العاجل راه فيه بزاف ديال المفاجآت، وكنتمنى لهاد الفتيان وهاد الفتيات ديال جماعة سنانة غدا إن شاء الله يسمحوا بواحد الأطور نابعة من جماعة ديالنا. باسم التلاميذ والاطر العامله بين مؤسسه مجموعه مدارس اسريه نرحب بجمعيه ايما للنشيط الثقافي وجمعيه الامان بسناده، ونتمنى لكم يوم جيد وان تستفيدوا مع فقط هذه الاطر المنشطه. والسلام. إذا صباح سعيد لكم جميعا. سيد المدير المحترم والطاقم التربوي المحترم، خاصة هذه الفئات الشابة النسائية اللي كنحييها بحرارة بتواجدها في هذه المنطقة النائية، وكنتمنى من الأطفال يصفوا على هاد الأساتذة ديالهم. شكرا. حيث هما ما يبلاش كافيه عندهم دوالينا، لا يكون حتى فيه واحد شوية ديال الترفيه باش غنسخنوكم في هذا الطقس البارد. والآن الكلمة سي حسن الحجاجي لأنه هو رئيس جمعية أيما، ولكم مني ألف تحية وسلام. شكرا للأخت فاطمة، شكرا على هذا الطموح ديالنا، نشاركوا بالرغبه ديالنا واحد فواحد السياق اللي هو سياق تربوي محض، السياق اللي كيمشي في اتجاه تفعيل سياسه القرب اللي نهجتها الجمعيه هذه 20 سنه، وبطبيعه الحال الجمعيه سبق لها جات لهذه المنطقه هذه ومازال غادي تجي ان شاء الله. كنبشركم ان شاء الله غادي نبقوا دائما نتواصلوا معكم. واش بغيتوا ايما تجي عندكم؟ جمعيه ايما تكون معكم؟ باش نديرو فيها السلامة الطرقية بواحد التوجه جديد في مجموعة من الأنشطة الترفيهية فوق تواجد الأطفال يهزوا واحد الكونسيبسيون لواحد المعلومات اللي هي عندها ارتباط أساس بالطريق. وحنا كجمعية مازالين كناديو وكنستنكرو بشدة احتلال الرصيف في مدينة حسيمة وبإقليم حسيمة، لأن احتلال الرصيف يساوي حرمان الراجلين من مرور الرصيف المخاطر ديال الطريق. بالأمس هذه واحد اليومين لقيت حادثة سير، عفوا دهس بالسيارة بشارع حسن الثاني أمام البشوية وعلى ممر الراجلين. صراحة يعني واحد الحادثة اللي كنحشمو القلوب، لأن مازال كيوقعوا حوادث على ممر الراجلين في المواقع بحال هادو. وكنشكر بطبيعة الحال جمعية الأمل وكنشكركم نتوما كاملين، وحنا دائما في تواصل معكم. Oh, it's insane.
لجمعية الرياح وجمعية الأمان ومدير مدرسة الرياح والأستاذة ديالي وجمعية الأباء وجمعية المراه. كنشكر جمعية أيما وجمعية الآباء وجمعية الأمل، وكنشكر مدير المدرسة، وكنشكر جمعية الآباء عامة لأنهم خلاو بوالديهم يجيو يقراو، وكنشكر التلاميذ ديالنا اللي جاو يقراو وبغاو يشتاقوا. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded.